أستمر في تخفيف من قدراتهم بهدف أيضا العمل مع الحلفاء الدوليين للتأكد من النشاط التجاري الآمن في المنطقة. سوف أضع المسألة للحوثيين ليجيبوا عن هذا السؤال، ولكن نحن نتكلم عن إلى أي مدى يريدون التضحية بقدراتهم لتحقيق شيء سوف يفشل. في البداية أود أن أسأل، نحن نعلم أن هناك تقارير عن هجمات الحوثيين، ولكن لم نحصل على التقارير، لم نحصل على تقارير من العراق ومن سوريا. أيضا نأمل أن نحصل على تقارير مماثلة حول هذا الموضوع، وأيضا أنا أطلب إذا يمكن الحصول فيما يتعلق بالهجمات في اليمن والعراق وسوريا، ما هي المواقع؟ لأن هذا يسهل علينا لأن نعلم ما يحصل في المنطقة. وسؤالي هو، هل يمكن التحدث قليلا عن كيف أن الوزارة أنتم تقومون بهذه الهجمات في العراق وفي سوريا على هذه الميليشيات المرتبطة بإيران، ولكن هذه الميليشيات كيف أنتم تقومون بهذه العمليات وبعضها جزء من القوات العراقية؟ أيضا كما سمعنا هناك منشآت تستخدم من قبل هذه القوات الأمنية العراقية، كيف تنظرون لهذا الأمر وما هو النقاش مع الحكومة أو المسؤولين العراقيين؟ فيما يتعلق بما رأيناه في التقارير الإقليمية ومواقع التواصل الاجتماعي، أنا أود أن أقول أننا في هذه الهجمات نركز على المجموعات المرتبطة بإيران بشكل خاص، هذا ما نركز عليه، ليس الهجمات على القوات العراقية أو الجنود الذين ينتمون إلى الجيش العراقي أو القوات الأمنية العراقية. هذا يتضمن مجموعات مثل كتائب حزب الله على سبيل المثال، وهذا ما قلناه مسبقا، نركز على ميليشيات مرتبطة بإيران. فمع تخطيطنا وعملياتنا المستمرة هي مفصلة وحذرة للغاية، وكل خطوة محسوبة بطريقة دقيقة. كيف تضعون هذا الخط؟ لأنني بحسب ما أفهم جزء كبير من هذه المجموعات هي موجودة في العراق، ونحن نهاجم المجموعات الإرهابية بشكل خاص التي تدعمها إيران، ولكنها جزء ربما من القوات العراقية. أيضا هناك مسؤولين عراقيين. أيضا أنا أعلم أننا نهاجم المجموعات المدعومة من إيران بشكل خاص. رئيس وزراء العراق ذهب لزيارة بعض العناصر الذين أصيبوا من الهجمات الأمريكية وكانوا جزءا من القوات العراقية، أو على الأقل هذا ما كان التقرير الذي صدر، أو إذا لم يكونوا كذلك فهو يزور ميليشيات مدعومة من إيران. أنا لا يمكنني التكلم بالنيابة عن وزارة الدفاع العراقية. نحن كنا واضحين فيما يتعلق بالمجموعات التي نستهدفها والقدرات التي نستهدفها المرتبطة بإيران والتي تسهل هذه الهجمات التي يتم شنها على القوات الأمريكية. أما فيما يتعلق بالعراق والقوات الأمنية العراقية، العراق حليف مهم ونحن نعمل مع العراق لمكافحة الإرهاب بطريقة أساسية. إذا كانت العراق حليفا أساسيا، لماذا لم تعلمهم بالهجمات بوقت مسبق؟ نحن نتكلم في إطار هذه المحادثات، ولدي سؤال ثان.
شكرا توم. أنا لن أتكلم بالنيابة عن العراق، كما قلت تعد شريكا أساسيا بالنسبة لنا، ونستمر في التواصل معهم، ولطالما تواصلنا مع السلطات العراقية عن أنه يمكننا حماية جنودنا من أي هجمات تشن ضدنا مدعومة من إيران. وأيضا فيما يتعلق بهجمات يوم الجمعة، أخبرنا أن القدرات الأمريكية، هل كان هناك أي طائرات أو هجمات شنت من الشرق الأوسط؟ هناك طائرات أمريكية شاركت من مركز القيادة الأمريكية فيما يتعلق بأسباب أمنية وأسباب دبلوماسية، لا يمكنني التعليق أكثر عن هذا الموضوع. الحكومة العراقية تقول أنه كان هناك استهداف للقوات العراقية، فرأينا هذا الأمر يذكر من قبل مسؤولين، قيل أن هناك هجمات على منشآت كانت تحوي مدنيين وكان من الممكن أن يصاب المدنيين. هل هناك استهداف لهذه الأبنية المدنية؟ وهل كان هناك قتل لمدنيين في الهجمات؟ أنا لن أتكلم بالنيابة عن الحكومة العراقية، وكنا واضحين فيما يتعلق بأهدافنا في هذه الهجمات والمنشآت التي تم استخدامها أو تستخدم حاليا من قبل إيران والميليشيات التابعة لها لمهاجمات القوات الأمريكية، ونتكلم عن هذا الموضوع بدقة. نحن نستهدف مراكز الإدارة والتحكم، نحن نستهدف أيضا مخازن الذخائر وإلى ما هنالك، لذلك تركيزنا هنا هو على مهاجمة هذه القدرات التي تم استخدامها من قبل هذه المجموعات. هل تكلمتم مع وزير الدفاع عن التواصل مع العراق؟ ليس لدي معلومات عن هذا الموضوع. الضربات في العراق أدت إلى غضب واستياء من الحكومة العراقية، فهل تواصل أي مسؤولين من الوزارة، وزارة الخارجية، مع السلطات العراقية؟ لا يمكنني التكلم بالنيابة عن وزارة الخارجية، لدينا سفارة أمريكية هناك، ربما يمكنهم التكلم عن هذا الموضوع، ولكن كما شددت، العراق حليف أساسي وقواتنا تعرضت لهجمات في العراق، وكنا في غاية الوضوح أننا سوف نأخذ الإجراءات الضرورية للاستجابة وسوف نستمر في حماية قواتنا. سؤال من الهاتف. شكرا لهذه الإحاطة. فيما يتعلق بالحوثيين والمقاومة الإسلامية والمجموعات التابعة لها والاستجابة للضربات، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط للاستجابة لما حصل في الأردن، ولكن لما يحصل في البحر الأحمر وفي أماكن مختلفة. كيف تؤثر هذه الهجمات المستمرة على خطط الولايات المتحدة الأمريكية لشن الضربات؟ لقد سمعنا أنكم تتفادون هجوما موسعا أو أزمة موسعة، ولكن كيف يمكن تفادي هذا النزاع الواسع؟ شكرا. نعم، أظن أنك على حق، لأننا نرى أن هذه المجموعات تحاول الاستفادة من التوتر في الشرق الأوسط لأهداف مختلفة. وفيما يتعلق بالعراق وفي سوريا، أنا شددت مسبقا، نحن نعلم أن هذه المجموعات لديها هدف بدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مغادرة المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في العراق بحسب رغبة السلطات العراقية، وقواتنا موجودة هناك للمساعدة في دعم في مكافحة داعش.
وفي البحر الأحمر رأينا أن الميليشيات الحوثية تستمر في شن الهجمات الذي يؤثر على الملاحة التجارية في البحر الأحمر. بالتالي لدينا واجب للاستجابة إلى هذا الموضوع والتأكد من الملاحة في المنطقة بطريقة آمنة، وهذا حق حرية الملاحة. لذلك سوف نستمر بالتركيز على هذا الموضوع، ولكن يجب أن يكون من الواضح أن هدفنا في كلا الظرفين هو التأكد من وجود الأمن والاستقرار في المنطقة. لا نريد أي تصعيد، ولكن إذا تعرضت قواتنا للتهديد سوف نستجيب بالطريقة الملائمة.